حول هذا الموضوع. معي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. حدثنا عن الفعالية في جمهورية مصر العربية لتدشين إعلان مملكة البحرين من القاهرة. مساء الخير. اولا واحنا طبعا نهنئ الجميع بعيد الفطر السعيد. حقيقه اعلان مملكه البحرين اليوم ينطلق من جمهوريه مصر العربيه القاهره بحضور فعاليات مجتمعيه كبيره لتدشين هذه الفعاليه اللي اليوم هي اصبحت حديث المجتمع الدولي، وذاك الاهميه في نشر السلام المحبه تسامح التعايش بين البشر. وحققت هذه الوثيقه عبر يعني مرورها في القاره الاوروبيه وامريكا واسيا الكثير من الجهات. اليوم تنطلق هذه الفعاليه وهذه الوثيقه تنطلق من العاصمه العربيه مصر. انا اعتقد ان اليوم هاي الفعاليات اللي تشهد تحول كبير في تعزيز التسامح والتعايش الدولي لكل العالم اليوم يهتم بهذه الوثيقه ويتابع مضامينها. والتقينا اليوم مع السفير عمرو موسى وزير الخارجيه السابق، وهو مشارك في هذه الفعاليات، وتلقي او تدفع الى نتائج كبيره في تعزيز هذه الصفحات الانسانيه. من تستهدفون في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من اعلان الوثيقه في مصر؟ في اوروبا اعلنتم، في ايطاليا وايضا في البرازيل استهدفتم القاره الامريكيه الجنوبيه. ماذا يستهدف إعلان المملكة في جمهورية مصر العربية؟ مصر بتاريخها طويل شهدت صفحات كبيرة من التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأقباط موجودين، وهذه بحد ذاته هو مكسب كبير وصورة مشرفة لكل العالم اليوم اللي يشوف هذا العالم العربي اليوم وهو يعيش في أجمل أيامه في العلاقات الإنسانية. فلذلك حضور مصر في المشهد الاجتماعي بين البشر ذات اهميه كبرى، خاصه تاثير مصر على الساحه الاقليميه والدوليه اليوم، وهي تدفع في هذا المجال. لذلك تدشين الفعاليه في مصر وهو يدفع في مجالات كبيره واسعه وابرزها السلام، الشرائح المستهدفه شرائح الشباب لنقل هذه الصوره اليوم للمجتمع العربي اليوم لرؤيه الشباب اللي ينخرطون في اسواق العمل في الجامعات اليوم. يجب ان يكون هناك صور ماثله امامهم، وانا اعتقد ان هذه وثيقه البحرين في التسامح اليوم واللي اطلقها جلاله الملك هي تدفع في هذا الاتجاه. فمصر لها بصمه كبيره ولها دور كبير وثقل كذلك في المنطقه العربيه. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهره الدكتور صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.